اللي انا هقوله افهمني، انا راجل طول عمري بتكلم من قلبي وده عامل لي مشاكل كتير. ف طول عمري يعني. فبص، مره كنا قاعد انا وناس اصحابي، جيلي يعني بتوع المدرسه، اصحابي بتوع المدرسه هم اصحابي لحد النهارده، فقاعدين بنتكلم، فبنتكلم على المزيكا الجديده واولادنا بيسمعوا ايه ومش عارف ايه. فلما جت سيرتك انا قلت لهم نصا، بس فهمني لانه ما كانش فيها تقليل منك لا سمح الله، قلت لهم الواد ده جاي نصا كده، جاي عاوز يغير، ده مش جاي علشان يعمل مزيكا بتاعت اليومين دول والكام حفله وسنه في التانية في التالتة وكل سنه واحنا طيبين وبعدين هيروح يفتح مشروع مطعم ولا يفتح كافيه وكده رزقت. قلت لهم ده جاي يغير. ده سؤالي ليك، انت زعلت من كلمه واد ولا لا؟ لا اوعى. لا لا ابدا، اوعى. احنا بقى خلاص، لان انا مش قصدي كده خالص يعني. انا انت عارف احنا في كلامنا كده يعني، بس الواد ده الراجل كلام من ده 100 فل. لا طيب. لو زعلت من حاجه زي دي تبقى يعني قبلها. لا 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 لا، العفو 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 العفو، بالعكس. اصل انا بقول لك انا ادعي ان انا قادر افهمك يعني شويتين على قدي. فانت جاي بجد عاوز تغير في المزيكا يا ويجز؟ مظبوط. انا نفسي بصراحه المساحه الابداعيه بتاعتنا احنا كشباب تبقى غير مقيده. انا اعرف اغني واعرف اطلع كل اشكال الحاجات، كل يعني مش عارف، انا اختبر نفسي. انا برضو ما هو انا كل انسان له قدرات مش كده؟ طبعا. انا عايز اشوف اخر قدراتي وعايز اشوف اخر قدرات كل حد بيغني. انا كمان نفسي اسمع اغنيه حلوه من حد تاني، عايز اسمع اغنيه حلوه من كل حد بيغني في مصر صدقني. ونفسي بس ما يبقاش الموضوع ماشي على اللي هو كتالوج الغنى وكتاب الغنى واحنا بنمشي على كتاب الغنى، لا ده ما ينفعنيش. انا نفسي اغير كل حاجه، نفسي اشتغل على مزيكا شكلها جديد بس. حلو، ده كلام محترم جدا.